العيون السداسية تعاقدنا مع هالاند بالحلقة الماضية وحققنا أول خطوة بأول بطولة وبأول فوز بكأس السوبر الأوروبي على ميلان 1-0. بحلقة اليوم إما أنه نحسم كل البطولات وناخذها ونحقق الهدف لهذا الموسم، أو أنه ممكن نفشل بأي بطولة من البطولات ونفشل بالتحدي. فعنا الدوري الإنجليزي، كأس الإمارات، كأس الكاراباو كاب، دوري الأبطال، هدول هن البطولات الموجودات مثل ما بتعرفوا. فبدل السداسية خماسية لأنه كأس العالم الأندية ما موجود، ولكن هذا الشيء مو مهم، المهم نحقق كل البطولات. هاي هي تشكيلتنا وهاي هي آخر الطاقات، جاهزين بعد تعاقدات نارية مع كامافينجا وهالاند بالحلقات السابقة للموسم الجديد وخياري من إريك غارسيا. هاي السلسلة أكثر سلسلة أنا بحبها صراحة بالقناة، ودعمكم عليها خرافي جدا جدا. فأتمنى نوصل لهدفنا دائما ل 25,000 لايك بكل حلقة، ومستمرين بإذن الله نحو النهاية. البريمير ليج مثل ما قلت لكم بآخر الموسم، إذا حسينا آخر الجولات لازم نلعب بنلعب، طبعا ما رح نلعب كل الدوري. كأس الإمارات لسه ما بلشنا فيه. الكاراباو كاب عنا مباراة بربع النهائي ضد تشيلسي، مهمة جدا لنوصل نصف بعدين نهائي بعدين بنجيب بطولة تانية. وبدوري الأبطال تأهلنا وبانتظار خصمنا في دور 16 من دوري الأبطال. إذا بالحلقة الماضية مثل ما شفتوا نحن تعاقدنا مع ديانجيلو هالاند، كامافينكا واللاعب بيرغلوند. ففي لاعبين عملاء أحرار يا جماعة، أنا كنت ضايفهم أصلا، رح جيبهم ببلاش فقط براتب. مدافعين بيضلوا بالتشكيلة، ما عندنا مشكلة، ممكن إذا ما اعتزلوا كمان بيعهم الموسم القادم. إذا فريق العام للويفا 2030، القائمة النهائية لاعبي خط الوسط، منهم لاعبنا إمري دمير، جندوزي اللي بعناه، يا جندوزي اشتقنا لك يا جندوزي. إذا أول مباراة راح تكون مثل ما شايفين ضد تشيلسي بديست ببوليسيتش. خلينا هالمرة نعكس الآية ونلعب بهذا اللباس الثاني، ما كثير بنلعب فيه نحن بالأحوال العادية، ونحاول نمشي بهاي البطولة نحو الدور القادم في ستانفورد بريتش. صعبة راح تكون جدا. جاهزون؟ هيا بنا. كيمي، فيني جونيور، بداية قوية، نبحث عن هالاند الذي يريد أن يدون أول أهدافه. إمري دمير، ميسي الفريق، إمري دمير الأول، أوهوهو، سيكون خطير في ستانفورد بريتش، سيكون مكير. دوناروما، خطيرة، ملعوبة، عادة مرتدة رائع، ربما تكون من فيني، وروح يا هالاند، هالاند أو فاتي، أنسو 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 أنسو، كراتك يا أنسو، وبالرأس، يا له من ثلاثي. تمريرة للأمام، هذا المهاجم مرعب، هذا المهاجم خطير. التمريرة والمحاولة، يا دوناروما لا تجيب العيد، يا دوناروما. بوليسيتش عبور، برافو دفاع كامافينجا. هالاند يا هالاند، اظهر وبان يا هالاند، اظهر وبان عليك الأمان يا محطم، راح لهذا السبب جلبتك يا هالاند، وهالاند وهالاند وهالاند، ولا لا ولا. محاولة خطيرة، هالاند، هالاند المدمر، دور كبير في مباراة اليوم من هالاند. أنسو فاتي، أنسو فاتي مرة أخرى لهالاند، وهالاند وهالاند، وجول يا هالاند. وحش فيني جونيور، آخر كرات الشوط الأول، روح يا هالاند، وراح فيني، وجن فيني، جن فيني، جن فيني، روح يا مدلل، روح يا مدلل، روح يا مدلل، مدلل وفيني، مدلل، كيقول أستطعت. يعود لي تشافي، تشافي سيمونز المايسترو، الفنان كامل، إمري دمير، إمري دمير، إمري دمير، يحاول ما زالت، تمريرة جميلة، تشافي سيمونز وإمري. واخيرا واخيرا واخيرا، برافو دفاع رادد، يا تعادل 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 قريب، تعادل قريب، تعادل قريب لتشيلسي، قريب لتشيلسي. دوناروما ضاع في تسديدة هافرتس الى ركلات الترجيح مباشرة مباشرة. دوناروما من ملعب تشيلسي، سنمر ونعبر بإذن الله بإذن الله. ضيعها أنسو فاتي، أنسو فاتي ضيعها، وهافيرتس، الهافيرتس، الهافيرتس، دوناروما، دوناروما، دفعنا الملايين بهذا المجنون لكي يتصدى. بيرغلوند نزل ليسجل هذا المكير القصير، رائعين، الأعصاب تحترق، وتورام، ودوناروما، ثلاث ركلات. دونا يا دونا، إمري دمير، كاغولاثو، يلا صدها يا دوناروما،
صدها يا دونا روما، صدها يا دونا روما. روما جابت دونا، أنت نجم السداسية يا دونا روما، ويقولون بأن طريق السداسية يمر من ستامفورد بريدج. تأهل دراماتيكي مستحق 100% من ملعب تشيلسي يا كبير يا دونا روما. تصدى لهرف حركلات غير طبيعي، وأخيرا طلعنا حقه بعد سنتين مشاركات وتخبيص. دونا روما انفجر وتصدى. إذا بشكل مفاجئ رح نواجه برايت هم بالنصف النهائي. مانشستر باي باي، خرج على يد برايتون 2-0. خطوة أخرى نحو النهائي ممكن نواجه ليفربول بالكاراباو كاب. إذا بما أنه ضد برايتون فرح حاكي الذهاب المباراة الأولى، ورح نلعب الإياب إذا كنا مضطرين لأنه لسه الطريق طويل جدا نحو السداسية لنختصر الوقت. خلينا نشوف الذهاب 2-2 يا جماعة، لازم نلعب الإياب. إذا الجوارة يبدو أنه رح يعذبنا، سجلهم هدفين أنسو فاتي وبالدي في التعادل. إذا مع الأسف بكأس الإمارات خصمنا مان سيتي منذ الجولة الرابعة يا جماعة. بالكاراباو كاب اللي كنا فيه عنا مباراة مع برايتون إياب، متعادلين بالذهاب لنوصل للنهاية. هاي البطولة قربنا نختمها بإذن الله، راح نوصل للنهاية، ولكن كأس الإمارات راح يرجع عقد لنا بمباراة ضد مان سيتي. إن شاء الله ما تخرب معنا حلم السداسية بحلقة اليوم. طبعا احنا بمركز ثاني بالدوري، بآخر الجولات راح ارجع والعب اذا حسيت انه ما راح ناخده، ان شاء الله بناخده على حساب ليفربول بفارق نقطة. وبالنسبة لدوري الأبطال خصمنا صار جاهز، هو بروسيا دورتموند. إذا المباراة الأولى ضد مانشستر على أرضهم وبين جماهيرهم، خلونا نفوت نحاول نحسمها من الذهاب. إذا حسينا حالنا فزنا بنتيجة مريحة ما بنلعب الإياب، ولكن المباراة صعبة يا جماعة. هيا بنا نحو السداسية. تشافي سيموس وسط الميدان، مرور جميل من المايسترو، مررها لهالاند يا مايسترو، جميلة على قدم الهالاند، اظهر يا هالاند وبان عليك الأمان يا هالاند. تيلي أول الأهداف، بالدي يا بالدي، والهدف الأول لمانشستر سيتي. وفينجا حلوة جميلة، فيني جونيور مع إمري، إمري ديمير لفيني جونيور، فيني مرة أخرى لإمري، خطيرين ومرعبين الفلافل. كامافينجا، كامافينجا يبحث عن فاتي، روح يا خطير يا بالدي، بالدي مرة أخرى لفاتي داخل منطقة الجزاء، هالاند يظهر يا هالاند، وأخيرا ظهر الكبير وظهر هالاند. أعطيهم احتفالية فلافلوية 100%. التمرير والمحاولة، دونا روما، برافو يا دونا. عادت بالدي وإمري ديمير، وشوط يا كاما في كرة خطيرة جدا، فيني جونيور وهالاند، شوط يا هالاند وإمري، مستحيل هذه الفرص اللي عرفنا جيدا. هذا ولدنا، قطعت الأخيرة 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 يا حكم، اتركها يا حكم. الكرة عند فيني، فيني جونيور لإمري ديمير، وإمري لم تنجح هذه المرة يا إمري. 1-1، تعالوا لجحيمي ملعب إسماعيلين. إذا بعد ما خلصنا من ذهاب الكأس الأول بنروح لإياب الكأس الثاني، هو الكاراباو كاب، وللتأهل للنهائي لازم نفوز على برايتون بإذن الله نستطيع حيا منا. إذا ضد برايتون وهذا المهاجم جوارة سجل علينا هدفين، بتمنى أنه يكونوا فريق عادل حتى نقدر نريح بعض اللاعبين، نحسمها من البداية 2-2 بالذهاب. فلنبدأ. إمري ديمير، إمري ديمير لي هالاند، ممكن أول الأهداف بذكريات الجلاد، جلادنا الجديد اسمه هالاند. هاي استلام يا هالاند، غير طبيعي. تشافي سيموس يحاول مرورك وتسديدك يا كابيتانو، قتلتني يا مدلل، اي مهارة واي تسديد في الإعادة، وشوف التمويه وبوم قوي وجميل يا كابيتانو. إمري ديمير وسط الميدان يحاول، ميسي 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 انقرى ميسي انقرى ميسي انقرى ميسي، وهالاند الثاني ضاع، ضاع يا مدمر ضاع. عادت لي فاتي، جيبها يا فاتي، اي متعة من الفلافل. فاتي 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 فاتي، وتشافي سيمونز، ولمسة مرة أخرى لفاتي، والثاني. إذا النهائي راح يكون ضد ليفربول، ولكن قبل ذلك عندنا مباراة بكأس الإمارات جولة الإعادة اللي راح تكون على أرضنا ضد مانشستر سيتي من الجولة الرابعة، وإن شاء الله راح نحسمها ونتأهل ونمشي بكل البطولات. لحد الآن كله تمام ونحو السداسية، يلا يا رب. مباراة واحدة على أرضنا وبين جماهيرنا، نزلونا ولدنا مارشنت بينهم، فودين توريز، تشكيلة قوية لهم، ولكن
هيا بينا تشالهان والله عم يلعب باك شمال، ما بعرف اذا هذا هو ولا غيره. نعم ايثان السيتي وصل لمعقل نادي الفلافل للجحيم. مارشنت وجه مألوف، هذا ولدنا هذا السابق. فودين للمباغته، فودين للتقدم، فودين للتسجيل. مارشنت دوناروما يا مارشنت. انسو معك هالاندو، روح يا هالاندو، روح يا هالاندو، روح يا هالاندو، سجل يا هالاندو. بكفس امري دمير الاول. دمير كفايه فرص يا دمير، وهيا يا هالاند سجل. هالاند مدمر لكن الانهاء يا هالاند. نعم انت معلم يا هالاند، اعتذر لك على هذا الوصف بانه الانهاء، الانهاء اجمل ما يكون يا هالاند. فاتي انسو فاتي انسو فاتي انسو فاتي. فودين ولا لا مارشنت وفودين. الثانية لهالاند المدمر الذي اشتعل امام السيتي اليوم. هالاند بالراس على الامامية في فيني جونيور، وراح لامري دمير. هالاند يا هالاند يا هالاند، تسلل تسلل على امري. يا هالاند، مقشرة يا هالاند. فودين بوم بوم بوم. 1-1. مرور جميل، كامافينجا عبور اروع، كاما يا كاما. بالدي هيا للثاني لحسم المباراة. هالاند تمركز جميل. يا هالاند يا غادر السيتي، احذر وغادر المان سيتي. فودين تمرير وتقدم. تشافي سيمونز كابتن وقاتل. عادت امري دمير، لمسة في اليمين لفيني جونيور. فيني جونيور روح يا هالاند، ماذا تنتظر يا هالاند؟ مرة أخرى فيني وهالاند، فيني وهالاند. هالاند لامري، امري دمير لا تضيع هذه الكرة يا امري. هناك لفاتي، فاتي فاتي. يا عيني على الروح الجماعية الجميلة. أصفق لكم كمدرب غوارديول على المستوى المطلق. على الكرة، من أين سأتي، من أين سأقطع الكرة؟ فودين 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 فودين. دوناروما بالراس، دوناروما يا الله. إذا حاليا عندنا مباراة دوري الأبطال ضد بروسيا دورتموند، وبعدها نهائي الكأس، وبعدها الكأس الإمارات اللي تأهلنا فيه مشوية على حساب السيتي. يبدو أن المباراة سهلة، فريق جاينا بالجولة الخامسة السهل كامبريدج يونايتد. إن شاء الله راح نحاكيها ونفوز، وخلينا نحاكي ذهاب دوري الأبطال لأنه لسه عندنا زحمة كتير مباريات. اوبا 4-0، خلاص الحمد لله الحمد لله، ريحتوني من هذا الدور من دوري الابطال. اذا 4-0 ما في داعي نلعب الاياب، طبعا رح نحاكيها، ولكن قبل ما نوصل للاياب عنا حاليا نهائي الكاس لحتى نضيف بطوله ثانيه للخماسيه اللي رح نحققها. انا عم اقول سداسيه، المتعارف عليه مثل ما قلت لكم كاس العالم للانديه ما هو موجود. اذا ضد الليفر بالويمبلي ستاديوم، وطريق السداسيه يمر من الانفيلد ويمر من الويمبلي ايضا، يعني من ليفربول والويمبلي اللي رح نلعب فيه. تشكيلة شبه جديدة لليفربول 2031، منهم رودريجو ونجوم آخرين. فلنبدأ يا داكا، أعشق الألقاب وأعشق الكأس. كرة محاولة الليفر، خطير. 1-0، تيكي تاكا جميلة وإنهاء جميل. 1 فيني جونيور. هالاند يا هالاند يا هالاند يا هالاند. وأنسو فاتي، كرتك التعادل. القناص مزعج الحراس أمام الغريم التقليدي ليفربول منافسنا في الدوري يضعها، والتعادل كبير في الكاراباو كاب. عادت أروخو، لمسات تيكي تاكا ننتظرها في هذه الهجمة. تشافي سيمونز لبالدي، بالدي لفاتي، فاتي لتشافي، تشافي لهالاند. قلت لكم بأنها تيكي تاكا جميلة 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 جميلة. كاما مرة أخرى امري دمير، وهالاند غير اليوم، هالاند غير اليوم. يحاول تسجيل التعادل، خطيرة. الحمد لله، تعادل أي حماس في نهائي الكاس. البطولة الثانية ستضاف بعد لحظات إذا لم يسجل الليفر. ويدفع بكل المهاجمين وكل الهدافين وكل القناصين، لكن فينيسيوس لحسمها. فينيسيوس وراح معك امري دمير. يلا يا هالاند، يلا يا هالاند، هدفك العالمي يا هالاند. هالاند كي جولاثو.
الثانية يا فلافل عن طريق المدمر. أي سيناريو وأي جمال أمام الليفربول. نعم البطولة الثانية أضيفت وتبقى لنا ثلاثة وكل واحدة أصعب من الثانية يا هالاند. إذن بعد التأهل على حساب بروسيا دورتموند ب6-1 يا جماعة، نتيجة تاريخية، فزنا بالإياب كمان 2-1، فرح نواجه حاليا أتلانتا بالربع نهائي. بعدين عندك مباريات ممكن تكون كبيرة جدا، بارسا موجود، مان يونايتد، أتلتيكو، مان سيتي، وبنفس الوقت نحن بنصف نهائي كأس الإمارات بعد ما فزنا بجولتين سهلات على شيفيلد يونايتد وعلى كامبريدج يونايتد، وصلنا للنصف. حتى الولفز ممكن سهلين، ممكن نوصل لنهاية ضد أرسنال ونحصل على اللقب الثالث. خلينا نشوف، خلينا نعمل محاكاة. أنا على الثقة أنه بنقدر بدوري الأبطال، بنقدر. نعم 3-2 والتاني جاي، الفوز الثاني بإذن الله جاي، الثاني جاي خلاص ما في داعي نلعبها. 2-0. إذا راح نواجه مانشستر سيتي اللي فاز على أتلتيكو مدريد، والبارسا ومانشستر يونايتد أيضا نصف نهائي من نار يا سادة. بكأس الإمارات وصلنا للنهائي بعد الفوز على الولفز 5-3 ضد أرسنال. عنا نهائي حاليا كأس الإمارات، وخلينا نشوف هل راح نوصل لنهائي الأبطال أيضا. إذا على نصف نهائي ضد مانشستر سيتي وحاليا نحن بالنهائي ضد أرسنال، فشو رأيكم نخليهم نهائيين نلعب نهائيات بس، لأنه صار وقت طويل مر وبهمنا نحن البطولة. نعم ضد السيتي 1-1 1-1 الإياب، على ثقة انه بنقدر 3-0. او نهائي ضد البارسا مثل ما شايفين، ونهائي ضد ارسنال لتحقيق حلم السداسية او الخماسية اللي بدكم يا جماعة. هيا بنا. طبعا نحن بالدوري بالصدارة بفارق كبير جدا على حساب ليفربول، اللي البطولة الثالثة انضافت يا جماعة. نحن بفارق 15 نقطة وفقط جولتين على النهائي، صار عندنا 3 بطولات وعندنا نهائيين، اذا فزنا فيهم راح نحقق خماسية موجودة بفيفا يا جماعة. وإذا عندكم كأس عالم الأندية هاتوا. الخطوة ما قبل الأخيرة كمان بالويمبلي ستاديوم بنهائي كأس الإمارات ضد أرسنال، فلننطلق. يلا هاي الشباب الطيبة مجتمعين، هالاند، إمري دمير، فاتي وتشافي سيمونز، لنطيح بالبطولة الرابعة وبيضل لنا نهائي الأبطال، لنكلل كل الجهود وممكن نتعثر، ممكن نخسر يا جماعة بأي مباراة. التحدي صعب لحد الآن. لديهم بيدري مطور، ولديهم ساكا، ولديهم سميث، ولديهم بوادو. تشكيلة لا يستهان بها لأرسنال، لكن سنحاول أن نفوز. هالاند لمسة جميلة جدا، 1-1 مرور فاتي، كراتك ضرب العارضة، بيدري لليمين، خطير أرسنال. بيدري أنت هدفي الأول في الانتقالات القادمة، سأتعاقد معك ولك إذا حرمت نهاية الخماسية، والله ولا بتحلم بهذا التيشيرت، راح أعاقبك، راح أشتريك وخليك تعتزل من اللعبة كلها، حرام يا كورة. شوف أرسنال خطيرين، لديهم تشكيلة قوية. تشافي سيمونز، تشافي لي إمري، إمري دمير، وروح يا فيني، فيني، وفاتي. فادي أحلى هدف في فيفا، أجمل هدف في فيفا، وأجمل هدف في هذه السلسلة، غير طبيعي. على الطاير يا مجنون، من فيني لفاتي، وجنة جنون الفلو. بابا 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 هاتها من الشبكة يا أرسنال. يا بابا أي كرة، هل شاهدتها يا بابا؟ هل تشاهدها يا والدي؟ إنها جميلة ورائعة يا بابا. كيا ساكا، يهرب ساكا، يمر ساكا. دوناروما، أنا دفعت عليك ملايين لحتى تعمل هيك. الكرة اللي أمام بيدريتو، قطعت. بالدي لهالاند، هالاند. الكرة عند فيني، واحدة من صواريخك يا فيني. وأنا كنت أقول فيني ولا ما فيني أنا مسدد، ولكن فيني. مرعبين وجميلين، وعجبتني التيكي تاكا. هل أشتريهم كلهم وأضعهم في فريقي؟ ربما، لما لا. بيدريتو لمسة للأمام، ولديهم بوادو الذي يحاول تسجيل تمرير. سميث، يا له من ستايل جميل يا سميث. سميث راح، يا له من ماهر هذا سميث. أنا عندما يدخل منطقة الجزاء، لا يا حكم، تمثيل يا حكم، ما لقيت والله، ولا حطيت يدي على المربع يا حكم، والله ما حطيت يدي على المربع ولا ضغطت عليه، بس حطيت ال2
أروهو ضحك عليك يا حكم، ضحك عليك ما لمسه، ضحك عليك يا حكم وضحك علينا. مبيوعة مبيوعة مبيوعة. يا أرسنال لو فزتوا بهذه الطريقة لن أغفر لكم. ضربة الجزاء عن طريق بوادو. يلا يا يلا يا كبير، يلا يا كبير، مال الحرام لا يدوم. دوناروما والله أرسنال قادر قادر. يريدون ضربة جزاء ثانية. بالدي راح في مرتدة ربما الآن. الكرة عند الفتي، كرتك راح 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 ومرمر 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 يا مجنون. ضربت التسعين. رونالدينيو عاد إليكم من جديد يتنكر بشكل فتي. على النهاية وآه على الكرة وآه على المتعة. لا أتمنى أن لا ينتهي بفوز أرسنال لأنهم قادرين. شوف لديهم منظومة غير طبيعية، خصوصا هذا الغدار بيدري. اخسر يا بيدري وسأشتريك يا بيدري. الكرة سميث، بيدريتو يستلم، بيدري يا مجنون ظننتها بالشباك بالرأس. لمسة لي فيني، فيني وتيكي تاكتنا وينها يا فيني. تشافي يا تشافي يا تشافي تشافي. رابونا هناك لي حكيمي، حكيمي لي تشافي. تشافي المايسترو المهندس يبحث عن زميل. هناك في اليمين فيني يا فيني، فيني يا فيني يا فيني، فيني جونيور يعود. نحاول تحليل دفاعات أرسنال. الكرة عند حكيمي. كاما يا كاما، كاما يا كاما، حطها بالبعيد يا كاما. عادت خطأ من الحارس. يخافون، مرعبين. الفلافل كاغولاثيو. ظهر هالاند الدبابة، ظهر المحطم بلمسة تاريخية للتاريخ للتاريخ. هذه البطولة ما قبل الأخيرة يا هالاند. بقي دوري الأبطال. في الكرة في خطأ من الحارس، حكيمي مررها وهالاند. يا ولد يا لعيب. إذن النهائي الأخير أمام برشلونة. وبتتذكروا برشلونة بالموسم الماضي والله لعبوا فينا لعبوا، عندهم تشكيل نار يا حبيبي نار. الأسماء ما بتعرفوها أسماء متطورة قدام، وديونغ، فان دي بيك، رودري، كوناتي، تشكيلتهم نار. تير شتيغن لحد الآن موجود بال 2031 في ملعب أتاتورك لتحقيق الهدف والخماسية بإذن الله. هيا بنا، هل يتحقق يا سيمونز الحلم بالفوز بكل البطولات؟ نهائي دوري الأبطال، هذا هو أغلى كأس وأقوى كأس سنشارك فيه في نهائي أمام الكبير البارسا. دلالين. نصل لكل بطولات العالم اليوم أم لا نصل؟ إمريكال. يا كرة أمامية للكتالون. ضرب الدفاع. دوناروما. 1-0 1-0 1-0. مطلوب في الشوط الأول يا فيني يا جونيور. وروح يا هالاند، كراتك يا هالاند. وظهر هالاند في النهائي الكبير. نعم إبراكادابرا، سحرهم ووضعها في الشباك. خطيرة. الثاني 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 أتى الثاني الثاني أتى الثاني. لا 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 لا. والف لا، تسلل يا حكم، في تسلل كان عن انتبهت. امري خطوة، طلع يا حارس. نعم اخ بس. والكتالون يهرب بمرتدة. قطعات فيني فيني. روح يا هالاند. هي 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 من المدمر. أنا المدمر وليس هو. جول 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 جول. نصف ساعة يجب أن نعود بالثالث. يا له من مرور، يا له من دبابة. شوف الكرة من فيني مرة أخرى. تحضين تحضين وصعوبة وكرة بوم الوان بهذه الطريقة. يلا يلا هاتريك يا هالاند. هدف يا سيمونز من أهدافك اللي بنتذكرها منيح، اللي أعطتنا بطولات يا سيمونز يا سيمونز يا مجنون يا سيمونز. وعدنا 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 ورجعنا 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 الكابيتان ورجعنا. قلبي قلبي، ظننت بأنني سأخسر كل هذا التعب في آخر مباراة، لكن لدي كابيتان ولدي مدلل. فكر وتقدم ومر وموه وسدد في الشباك. لا تسجل يا كتالون، لا تضعها في الشباك. يا الله كيف يخترق المستوى المطلق، كيف 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 كيف، شو بدي اعمل. يا الله فيني هرب 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 هرب. امري جول. انا احترقت يا جماعه، اعصابي احترقت يا جماعه، اعصابي احترقت. وامري ديمير يرقص على طريقه رونالدينيو. 4-4
لا 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 حكيمي حكيمي يلا وحدة فيني اقتلوهم 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 أثق بك يا حكيمي أثق بك يا حكيمي يا حكيمي يا حكيمي يا حكيمي يا مغربي يا كبير فيسك المغرب وفيسك فلافل يا حكيمي أثق بك قلت لك أثق بك شوف هلد موجود ولكنني فضلت حكيمي وحطها في وجه القدم يا ولد يا مغربي يا مجنون الروح العربية اشتعلت العرب هم من حسموا الخماسي اوي 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 لا تضيعوا تعب الأبو الحكيم لا تضيعوا تعب الحكيم الذي حكمنا وحكم في أحكام الكورة احكم يا حاكم بأحكامك أنت حكيم يا محكم حاكمهم والكرة خطيرة خطيرة في حكمة البرسان يعود بالخامس يا سيناريو يا مجنون يا سيناريو يا مجنون يا سيناريو يا مجنون يا سيناريو يا مجنون وحونا وجننونا ما أصعب المطلقة لا تلعبوا على المطلق سوف تنجلطون وتموتون وتروحون فيها كما رحت فيها أنا الآن أثق بك يا حكيمي مرة أخرى وكل مرة أثق بك يا حكيمي يا حكيمي حكمهم الكرة بأحكامها تحكم فيني في البعيد وفاتي الكرة الكرة الأخيرة 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 جول 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 شوط شوط حطه مرر أخ بس أخ إلا الإضافي إلا الإضافي هذا الإضافي ما بنلعب فيه يعني سجلوا هدف صعب العودة تشافي إمري فلنحسمها يا إمري فلنحسمها يا ولدي راح الكابيتان وراح كابيتان عمي اللي زدت لي إياها عمي اللي زدت لي إياها الكابيتان وقال لي راح أحسمها حسمها حسمها المجنون حسمها هذا المجنون حسمها المجنون ابن المجنون يا مجنون من سلالة المجانين في حكم كرة القدم وليس في الجنون والله اللي مررها فيني حطها والمجنون والله وانا هذا تشافي مدلل أحبك مدلل I love you يا مدلل كم أحبك يا تشافي لحظات غير طبيعية قشعريرة يا جماعة بعد كل هذه المواسم وكل هذه الحلقات الخماسية بأقدام المدلل وبانطلاقة فدائية مات هذا المدلل لكي يسجل نعم لذلك أنت الكابتن وبت خمسة مباراة كرة السلة مستمرة هل سيضع برشلونة ثلاثية في اللحظة الأخيرة وينهي المباراة أم أنه ريباوند و 3 بوينتس ستكون من الفلافل ضاغطين بالكل بالكل الكل بالكل مرتدتنا ستقتلهم لكن لا تسمحوا لهم بالاختراق يا تشافي يا تشافي سجلت منعهم يا تشافي تشافي يا تشافي يا بالدي راحت المرتدة وخلاص باي 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 الكتالون هذا المهاجم الجديد راح يجيبها راح يجيبها ولكن أفضل فاتي أفضل أفضل فاتي يا مدلل بتستاهل الهدف يا مدلل خذها يا ولدي وتفنن فيها يا مدلل يا مدلل يا مدلل يا مدلل يا مدلل كغلاث الخماسية وكل بطولات العالم بأقدامي من دللت بأقدامي من أحببت بالكابيتانو تكتك يم تكتك فكل متكتك تكتك جي كما يقول الشوال يا تكتك غلاث عشر دقائق على النهاية حافظوا على النتيجة الكتالون بالمستوى المطلق لا يستطيع الاختراق بل يستطيع دوناروما لا لا الحمد لله ما حسب جزاء يا حكيمي يا حكيمي يا محكمهم يا حكيمي حاكمهم ومحكمهم والحاكم عليهم أعطاهم دقيقة لكي يسجلوا ثلاث أهداف وقال لهم أنتم حكمتم من حكيمي بحكم الإعدام شنقا حتى الموت يا تشافي يا سيمونز الحلم تحقق الخماسية يا سادة ألف مبروك لمشجعي نادي الفلافل يا لا من مباراة كرة سلة 7-5 تستحقها يا تشافي يا سيمونز أنت غالي كسعر الذهب الأونس نعم إذن نعم تشافي سيمونز للقب خامس قاتل حارق خارق متفجر هنا أمام البارسا شو بدنا نسوي بالسلسلة بعد هلا ممكن تعاقدات ممكن غير تشكيلة ممكن أهداف أخرى تقولي أراكم التعليقات ومكملين بإذن الله مكملين لحتى يقولوا لي خلص كارير مود الله معك اعتذر هيا بنا دمتم بألف خير.